فيزيكس هي من أسهل المواد اللي يقدر الطالب يجيب فيها ستار، بس دايما بسمع من الطلبة إن بيكون عندهم مشكلة في حل الأسئلة، فبحاول لو شرحت ساعة أحل أسئلة كمان ساعة. بنبدأ بحل سؤالين أو ثلاثة، وبعدها الطلبة يحلوا لوحدهم وأنا معاهم، وبكده أقدر أحدد مشكلة كل طالب وأساعده. في أوقات الطالب بيكون مش عارف يفهم السؤال أو عنده مشكلة في المعرفة، فمش بيعرف يحل كويس، فعشان كده لازم يحل وأنا معاهم. كمان بنخلص المنهج بدري على نص فبراير، فيكون في وقت طويل جدا معانا نقدر نتدرب على حل الامتحانات. هتلاقوا معايا فيديوهات تشرح حل بعض الأسئلة، بالأخص الأسئلة الصعبة، عشان تساعدك في مذاكرتك. سعيدة جدا بتجربة الأونلاين مع تطبيق مذاكرة. في الحقيقة أنا قبل ما أشتغل أونلاين كنت قلقانة جدا، بس فعلا اتطمنت من نتائج كل الطلبة اللي كانوا معايا في سيشن نوفمبر، والحمد لله كلهم جابوا ستار. مستنياكم على تطبيق مذاكرة. برحب دايما بأي سؤال أو استفسار.